جميلاتي في كل مكان، اهلا بيكم حلقه جديده مع دكتور شيري محي الدين. شفت تعليقات كتير جدا جدا على فيديو شفرات ازاله شعر الوجه. هنكمل النهارده الحلقه دي بما اننا سالنا اسئله كتير قوي عليها، وناس كتير قوي قوي عرفت تستخدمها وعرفت تعملها ازاي، بس عايزين يعرفوا بيحطوا بعدها ايه، وايه الفرق بين الفلامينجو وشفرات الديرما بلاننج اللي بنعمل بيها جلسات في مراكز التجميل. الفرق بينهم كبير ولو انهم ما يبانوا شبه بعض. دي الديرما بلاننج، ودي بيتركب معاها مشرط خاص بكل عميلة أو بكل مريضة لوحدها، وبعد ما بتخلص هو بيتفك وبيترمي. ودي الفلامينجو، وهي برضو استخدام شخصي بس هي استخدام بيت، والاتنين في فرق كبير جدا بينهم. ولو أنا فاهمين ان هما الاتنين مجرد موس، لا، لكن الفرق على قد ما هو دقيق بس مهم، ومهم جدا ليكي تعرفيه. دي شفرة الفلامينجو الأصلية اللي أنا كلمتكم عنها ولو قلت لكم ازاي انت بتستخدميها. وطبعا اللي ما شافتش الحلقه وما شافتش الفيديو تشوفه تاني عشان انا قايله فيه كل التفاصيل اللي تستخدميها بطريقه صح مش تعمل لك اي مشاكل. الشفره دي بتبقى الموس بتاعها حاجه كده اسمها قطع ليزر. قطع ليزر ده بيبقى سنون دقيقه جدا جدا جدا، مش حاميه، يعني انا لو عملتها كده مش بتقلم او مش بتجرح، عشان كده هي فيري سيف انك تستخدميها على وشك، او حتى لو انت ما عندكيش خبره مش تعمل لك اي مشكله. كمان السنون الدقيقه دي او القطع ده بيخليكي تشيلي الشعر الوبري من الجلد، الشعر اللي هو اصلا انت مش شايفاه. دي بقى اداه الديرما بلاننج، دي قصه ثانيه خالص. هي دي اداه ثابته، لكن بس المشرط بتاعها اللي بيتغير من عميل لعميل. ده شكل المشرط، طبعا هو حاد جدا، مختلف تماما عن الفلامينجو اللي بنستخدمه. بيتركب وبتبتدي تستخدمي الاداه، فطبعا الكيرف اللي فيه وان هو حامي جدا ما يقدرش، يعني ما اقدرش المس بيه الجلد، عشان كده هو استعماله بروفيشنال او هستخدمه في مراكز بس لناس اوريدي متعلمه استخدامه ازاي، لانه التجريح بيه سهل جدا جدا وممكن يعمل جروح ويعمل انفكشن ويعمل مشاكل. فايده الديرما بلاننج ايه عشان يبقى القطع بتاعه بالحديه دي؟ طبعا هو سهل جدا يجرح، بس هو له تكنيك بروفيشنال شويه في استخدامه، لانه هو مخصص في الاصل ان هو يقشر الجلد او الكيراتين الميت، الجلد الميت او الكيراتين الزياده الموجوده على الجلد، مش انه يشيل الشعر. طبعا حديه المشرط بتخلي ان لو قابل شعر في سكته اكيد هيقطمه، لكن هو اصلا مش مخصص ان انا اعمله لازاله الشعر، فبالتالي هو مش هينفع استخدمه لازاله الشعر سواء في المراكز او في البيت، لان هو حاد جدا فمش هعرف اجيب بيه الشعر الخفيف او اترجت بيه الشعر بصفه عامه. كده شفنا الفرق بين الديرما بلاننج والفلامينجو زي ما سالتوني عليه. الفلامينجو طبعا هو الاستخدام الشخصي، وانك ممكن تستخدميه في البيت لان هو امن جدا، ولان هو التارجت بتاعه اصلا انه يشلك الشعر فعلا والشعر الوبري ويخلي وشك مرايه. واستخدامه زي ما شرحت في حلقه الشفرات دايما بيبقى مع اتجاه الشعر مش العكس، يعني انا باخده كده مع اتجاه الشعر وانا ماشيه في اتجاه الشعر في اي مكان انا هاخده فيه، مش عكس اتجاه الشعر، وده اصلا طريقه ان انا استخدمه ما تخافيش منه ابدا، لانه مستحيل يعمل لك جروح، وحتى لو حاجه بتبقى بسيطه جدا تكاد تكون مش باينه، لكن الديرما بلاننج ده قصه ثانيه خالص. الفرق العملي بين الاثنين ان الفلامينجو مخصص لازاله شعر الوجه، وبالتالي الشعر اللي هو الضعيف قوي او الوبري دي اهم تارجت له، لانه فعلا انت ممكن تكوني مش شايفه الشعر ده خالص، بتشوفيه مثلا لما تحطي فانديشن او تعملي ميك اب او تبقي بتتصوري او الكلام ده، لكن لو اشتغلتي بالفلامينجو على وش انت مش شايفه فيه شعر هتلاقيه بيطلع وبر صغير اصفر كده. ده دور الفلامينجو الاصلي منه، فعلا بيعمل كده. اما الديرما بلاننج العكس، التارجت بتاعه ان هو يقشر الجلد، بس هو مع ازاله الجلد بيشل شويه شعر. الفلامينجو مع ازاله الشعر بيشل شويه جلد، ففي فرق بين الاثنين، وفرق طبعا في الاستخدام كبير جدا. انا بنصحك تسالي على الفلامينجو الاصلي في الصيدليات وتشتريه وتستخدميه لازاله الشعر، حتى لو تستخدميه كل يوم ما تخافيش، مفيش حاجه اسمها هيتقل شعر الوجه، مفيش حاجه في الدنيا اسمها كده. لو شعر وشك تقيل استيل هيبقى تقيل برضو، لو شعر وشك خفيف برضو هيبقى زي ما هو خفيف. موضوع تقل الشعر وخفيته ده عامل جيني وراثي فقط لا غير، مفيش اي حاجه او اي اداه ممكن تستخدميها تغير طبيعه شعر جسمك او شعر وشك او شعر راسك. فالفكره في الفلامينجو ان هو سهل استخدامه، سريع، لو انا بشرب تلتهب وبتطلع حبوب هو مش هيعمل لك كده زي الطرق الثانيه للازاله، لو انا ما عنديش الامكانيات او الوقت ان انا اروح اعمل ليزر، وده اسلم حاجه لشعر الوش ان انا استخدمه حتى لو كل يوم، ما بياخدش تايم، ملوش تكنيك، ملوش هاي بروفيشنال، ملوش طريقه للتعليم،
كله سهل جدا جدا وملوش اي سايد افكت. تعالوا نشوف انا بعد ما غسلت وشي وعملت الفلامينجو وشلت الشعر المفروض اعمل ايه. الطبيعي ان انا شلت شعر من وشي وبعدين شويه ممكن لو انا بشره سنسيتيف تحمر شويه او تجف شويه او مثلا انا عايزه ارطب وشي بعده، فعلا الحل الامثل بعد ما اعمل فلامينجو ان انا ارطب وشي. هرطب وشي بايه؟ باي نوع كريم ترطيب انا بستخدمه وهو سيف بالنسبه لي، اي حاجه حتى البانتينول يا دكتور، حتى البانتينول فيما عدا البشره الدهنيه اللي عندها استعداد للحبوب، تبعد تماما عن البانتينول والبيبانتين واللاين ده كله لان ده كوموديجينيك وممكن يطلع لها دهون او حبوب تحت الجلد. لكن البشره الجافه او الحساسه عايز تحط البانتينول تحطه، انا بفضل نحط جل. انا جايبه لكم مثلا مثال لحاجه اسمها السيكا جل. الجل ده بيرطب قوي لانه جل، فالملمس بتاعه مائي ما فيهوش دهون خالص، بيبقى الى حد ما سائع شويه، فلو حتى جلدي التهب بعد اي بروسيدجرز اول ما بحطه بحس انه بيلطف او بيعمل كالمنج شويه للبشره. السيكا جل من الحاجات اللي ممكن احطها بعد الفلامينجو. ممكن احط جل صبار لو عندي جل صبار بيور وانا عارفه مصدره كويس، ممكن برضو احطه، ولا سلام لو انا حطاه في الثلاجه وطلعت الجل وبدات الطف بيه وشي بعد الفلامينجو هتبقى الدنيا حلوه قوي. من الكريمات كمان اللي ينفع احطها بعد ازاله الشعر بالشفره على طول كريم مالسا كريم. لو انا من الناس اللي شعري بيطلع بسرعه بكسل اعمله كل شويه، شعري تقيل بيضايقني، انا استخدم المالسا كريم. ده عملنا له حلقه كامله وعرفنا ان الكريم ده واخد ابروف وانه فعلا بيأخر ظهور الشعر لو انا الشعر بينمو عندي بصوره سريعه. بستخدمه بطبقه رقيقه جدا على المكان اللي زلت منه الشعر واتيفر كانت الطريقه ايه، وبعد 8 ساعات هحطه كمان مره وبفضل استخدمه كده فتره، هلاقي ان الشعر بدأ يتأخر ظهوره وان انا بستخدم الفلامينجو كل فترة بعيدة. يا رب نكون فهمنا الفرق بين الدرما بلانينج والفلامينجو، ايه الصح اللي انا المفروض اعمله في البيت وايه اللي مش هينفع اعمله في البيت. الفلامينجو ده اختراع سهل جدا وبسيط جدا ورخيص جدا، واقدر استخدمه للناس اللي هي بتتضايق من ظهور الشعر في وشها كتير وبتتضايق لو عملت ازالة وطلع لها حبوب وتحسس والكلام ده كله. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم واستنوني في حلقات جاية كتير.